partager les idées, Jmara. Et ce qui m'intéresse, c'est de partager les idées, c'est de, comme nous disons, nous créons un wa'i siyasi concret, une conscience politique nationale. Que les gens savent le haqq de le batil. Qu'ils puissent différencier le vrai du faux. Ce qui est constructif et ce qui ne l'est pas. Chez les ibni ou chez les maïbniches. Chez les ibni ou chez les hiddem. Léana, ma'raka tahririya. Mais je te gère, nidam siyasi. Léana, gal ali. هذا النظام السياسي والسياسة تاعهم ما ساعدناش نغيروه. لا، هذه معركة تحريرية، لأنه في الجزائر ما عندناش نظام سياسي، ما عندناش سياسة اقتصادية، ما عندناش سياسة اجتماعية، ما عندناش سياسة تربوية، ما عندنا والو، عندنا مستعمرين. المستعمر تاع البارح هو المستعمر تاع اليوم. البارح كان حاط لنا القايد، اليوم حتى لنا رئيس جمهورية وأركان وهيلمان بصح بكل يستعمل يعبدوا ويمشيوا تحت إعاز وأوامر النظام الاستعماري. لو نيوكولونياليزم الاستعمار هذا جماعة الحديث مش غير الجزائر، الجزائر اللي حصل فيه كاع أفريك ونص آسيا الدرك ما زالت حاصلة فيه. المهم خرجنا الموضوع الأول اللي سي أحمد تطرق ليه بارك الله فيه على كل حال. الموضوع الثاني قبل ما ندخل في صلب الموضوع تاع اللايف الثاني، الموضوع الثاني ليكو ديتا في أفريقيا. واحد يقول لي شوفوا انا قلت لكم توجور اني نهضر مع الناس اللي تسمعنا وتحبنا، ما نهضرش مع الاخرين، الاخرين سي ميم با لا بين باسكو انا ما نبيع ما نشري. انا الجزائر تاعكم هذه في 5 سنين طلعها للسماء برك، دونك ما نبيع ما نشري. شو كونسيون دو مي كاباسيتي اي مي كومبيتونس et dans tous les domaines. Et principalement, ma capacité de croisement de données, de recoupement et d'analyse. Je dis que je suis malade, dialysé, diabétique, plusieurs séquelles, mais je suis malade, je suis malade, je suis malade, je suis malade, je suis la spécialité de vous. Bref. لي كو ديتا، يجي واحد يقول لي كو ديتا صرا في البوركينا فاسو. اي دايور سي احمد بوعكاز اطري بيان في دو ريلفي في اللايف تاع سو سوار، يعني عمل مليح كي هضر لي عليه باسكو انا نقدر ننسى. كو ديتا زوج كلمات، كو ديتا عندي انا ماشي كامله. درك نعلم حاجة لولاد بلادي، حاجة تاع دماغ تاع تمخميخ. كوديتا اوتوماتيكمون الشعب واش يخمم؟ اه انقلاب عسكري، كوديتا ميليتار. داكور سيت ان كوديتا ميليتار في بوركينا فاسو، سيت ان كوديتا ميليتار في المالي، في لاغيني، جو سي با انكور او. صح ولد بلادكم رحماني محمد الياس، ولد الجزائر، ولد المدرسة العليا لتقنيات الأمن العسكري، ولد المدرسة الجزائرية. قولكم attention كي تسمعوا بان كو ديتا ميليتار في القرن اللي رانا فيه، c'est que des puissances étrangères ont décidé de le faire. يعني لو كو ديتا ميليتار نتاع المالي ماشي لي ماليان اللي داروه، وتاع البوركينا ماشي البوركينا اللي داروه، وتاع لاغيني ماشي لاغيني اللي داروه.
لانه افريقيا اكطوالمون لافريك سورتو لا بارتي هادي الي سوجيت سوجيت هي ان فرونسي سا دي سوجيت بون للبقوق اللي حاطين رواحهم يكتبوا لي زوردونونس ا كونفواتيز كونفواتيز تعمل القطب الامريكي والقطب الروسي. القطب الامريكي واش فيه؟ فيه الامريكان واسرائيل برك ويحبس ستوب. القطب الروسي فيه روسيا اي سي لو بلان ايكونوميك ان بو لاشين اي سابوي دوسي. اوروبا وين هي؟ اوروبا عدو القطبين. لوروب سي لينمي دي دو بول، سي لينمي دو بول سينو روس، سي لينمي دو بول اسرائيلو امريكا اون افريك. علاش؟ باسكو افريك نتاعها. بون نقدروا نديروه موضوع واحد اخر. نرجعوا للكوديتا. اسك انا بوركينا فاسو بور مو سي ان كوديتا ميليتار داروه العسكر باش يغيروا؟ نو. لو بوركينا فاسو اي ان كوديتا امريكان ميد ان يو اس اي. وزال لو فوار مع الوقت. هنا ماشي محمد ياسر رحماني مسكين اللي عايش في فرنسا عنده 22 سنة اللي يهضر نهضر بمعطيات. شغل دركي نهضر معكم سي ان جينيرال دي رونسينيمون ميليتار اللي يهضر معكم. دونك عندي معلومات كيما ان جينيرال سبيسياليزي دون لو رونسينيمون ميليتار جيو استراتيجي يهضر معكم. باش نجيبوها من الاخر اخي انا دارس دارس انا جنرال دي رونسينيمون ميليتار جي في. دونك بوركينا فاسو سي امريكان باسكو لاريفي دي روس دون لو كادر دو بارتناريا تكنيك افيك لو مالي بلس لاريفي دو لا فاموس فورس مرسنار دي روس Wagner, il fallait que les Américains interviennent. Le Burkina Faso, c'est le triangle de feu du terrorisme islamiste. Le Burkina Faso, c'est le pays où les services israéliens, toutes spécialités confondues, yani الاجهزه الاسرائيليه بكل التفرعات نتاعها متواجده بقوه من الموساد الهاغانا القوات الخاصه للتنفيذ المتزواخي لوخيم حتى الشيمبات حتى المشلكات حاكيكر. يعني لو بوركينا فاسو سي ان بوزي البوركينا فاسو يجو لو رول دو قبرص في وقت الحرب البارده شيبر اون لا غار فرواد. بيان سور الناس اللي يسمعوا فينا خليهم يكملوا يسمعوا ويبحثوا. وناس قالوا ايه رحماني انت قلت كو ديتا ميليتير اتونسيون قلت لارمي دو فير ان كو ديتا صح على بالي مع من نهضر باسكو يا كاين فرق كبير بين ان كو ديتا ميليتير اي ان كو ديتا بوليتيك. لو كو ديتا ميليتير كيما اللي صرا في مالي البوركينا فاسو ما عندوش حياه وما يكملش وما يوصلش. اون جينيرال سي دي بويسونس اترانجير اللي ضمنوه اكورداوه